السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت بقى والشاشة واضحين عندكم؟ الشاشة بتاعتي واضحة ولا لا؟ عشان نبدأ. تمام، واضحة. نعم، النهاردة إن شاء الله هنبدأ أو هنكمل طرق تصميم شبكات المية. الأسبوع اللي فات احنا اتكلمنا على طريقتين، طريقة الإكويفلنت بايب اللي هي المواسير المتكافئة، وديت قلنا الطريقة ديت الغرض منها إن أنا بعمل إحلال لشبكة، فأنا بستبدل مجموعة من المواسير بماسورة، فبنستخدم طريقة اللي هي إكويفلنت بايب. يبقى الإكويفلنت بايب هي ماسورة تخيلية تقوم محل مجموعة من المواسير، بتديني عند نفس التصرف تديني نفس الفاقد في الضغط اللي هو الهيدلوس. وقلنا دي بتستخدم لتبسيط الشبكات الكبيرة أو لاستبدال مجموعة من المواسير بماسورة واحدة تحل محلهم. وديت من الطرق البسيطة للتصميم، يعني لو أنا عندي مشكلة بحلها. طب الطريقة الثانية اللي اتكلمنا عنها اللي هي الميثود اوف سيكشن، طريقة القطاعات، وقلنا دي طريقة مبسطة لتصميم الشبكات لكنها غير دقيقة، ما بتدينيش يعني التصرفات بالضبط والضغوط داخل الشبكة، لكن ممكن استخدمها كأساس لطريقة أكثر دقة. لو عندي شبكة موجودة فعليا وعاوز أعمل عليها تشيك الشبكة دي سيف ولا أنسيف، بنستخدم الميثود اوف سيكشن. النهارده هنبدأ نتكلم على طريقتين جداد. الطريقة الأولانية اللي هي الميثود اوف سيركل، اللي هي طريقة الدايرة، والطريقة الثانية اللي هارد كروس ميثود. الميثود اوف سيركل بتستخدم لتصميم المواسير الفرعية، يعني الفرعيات. الطريقة اللي قبل كده اللي هي الميثود اوف سيكشن، طريقة القطاعات، الإكويفلنت بايب، قلنا دول كانت بتستخدم للشبكات الرئيسية. للأسف البياعين والطريقة الثانية بقى اللي هي الهارد كروس ميثود، دي من الطرق اللي هي الدقيقة في التصميم، اللي عن طريقها أقدر أعرف ثانية نرجع تاني. هنتكلم بقى أول حاجة على الميثود أوف سيركل. الميثود أوف سيركل دي بتستخدم للتشيك والديزاين أوف ماينر ديستريبيوشن سيستم لشبكات الفرعية. لو أنا شفنا الرسم اللي تحت ديت هنلاقي إن أنا عندي الخطوط الرئيسية اللي هي بتحيط اللوب الرئيسية فيها الفرعيات الموجودة في الداخل. فالطريقة دي بتعتمد إن أنا بعمل إيه؟ إن أنا بعمل بصمم الفرعيات على أقصى تصرف ممكن يحصل. فأنا أقصى تصرف ممكن يحصل في شارع فرعي إن يحصل فيه فاير أو حريق. الاستهلاكات للشارع مثلا هيبقى فيه 50 100 فرد، 200 فرد في 200 لتر، هتبص تلاقي التصرف بتاعه مثلا 4 متر في اليوم على أو 40 متر تقسمه 24 ساعة، التصرفات اللي هي الاستهلاكات بتبقى صغيرة. لكن أقصى حاجة ممكن تحصل اللي هو التصرف الحريق اللي هو الفاير فلو.
لان احنا عارفين ان حنفيه الحريق زي ما اتكلمنا قبل كده او التصرف المستخدم لاطفاء الحريق بيبقى 60 متر مكعب في الساعه، وده تصرف كبير. فاقصى حاجه ممكن تحصل في الشوارع الفرعيه ان يحصل فيها فايض، لكن الاستهلاكات دي مش مشكله، بتبقى قيمتها مش كبير. فطب بنعمل التصميم على اساس ايه؟ ان احنا بنقول ان الحريق ده بيبقى له دايره، يعني دايره تاثير الحريق او الدايره اللي انا هسحب الميه حوالين نقطه الحريق عشان نعمل اطفاء للحريق. الدايره دي نص قطرها 150 متر، يعني في دايره كده الديامتر بتاعها هيبقى او القطر بتاعها 300 متر. المركز بتاعها يبقى في مركز الحريق. طب الحريق ده هنمده بالميه عن طريق ايه؟ عن طريق المواسير الفرعيه اللي بتحيط بيه. فالطريقه دي بيعتمد ان انا بفرض دايره نص قطرها 150 متر، الدايره دي بنسميها الفاير سيركل اللي هي دايره الحريق، ويتم امداد المنطقه بالميه من المواسير الفرعيه اللي بتقطعها الدايره دي. فانا زي ما قلنا القطر بتاع الدايره 150 متر، النص قطر. الكريتيكال سيركل، طيب انا دلوقتي لو عندي مجموعه فرعيات زي دول، الدايره الحرجه او اقصى دايره اللي هي تقطع، يعني اقصى حاله عندي اللي هي الحريق يبقى في مكان ودايره الحريق تقطع اقل عدد من المواسير. ليه؟ لان اقل عدد، يعني مثلا لو حطينا الدايره في مكان، لو في مكان الدايره هتقطع 10 مواسير، فتصرف الحريق هنقسمه على 10 مواسير يديني التصرف الماسور. طيب لو في مكان تاني يبقى 15 او 16 ماسور، يبقى تصرف الحريق هنقسمه على 16، يبقى تصرف الكيو فاير على 16، بقى تصرف صغير. طب لو في مكان تاني كريتيكال، النقطه دي هنلاقي ان الدايره بتقطع 8 مواسير، يبقى ده اقل عدد ممكن تقطعه، فتصرف الحريق هيتقسم على 8، فبالتالي هيبقى التصرف اكبر. فبنحاول ان احنا نرسم دايره نص قطرها 150 متر داخل اللوب اللي هي بتاع المواسير الفرعيه، بحيث انها تقطع لي اقل عدد من المواسير. يبقى عمليه تراير اند ايرور، نعمل نرسم دايره ونحركها بحيث انها تقطع لي اقل عدد من المواسير. طيب القواعد العامه بالنسبه للسيركل ايه؟ لو دايره الحريق جت زي ما احنا شايفين في الشكل على الشمال كده مكتوب 2 باي، لو قطعت كانت ممسيه الخطين، فبالتالي هيجي لها الميه هيتم امدادها من الناحيتين، فيبقى هي كده قطعه ماسورتين. لو هي قطعه الخطوط من الخارج يبقى زي ما احنا شايفين كده تحت، دول 2 باي. لو هي تانجنت لنقطه تلاقي 3 مواسير، يبقى الميه هتجي لها من 3 مواسير، يبقى دي ال 3 باي دي كيفيه حساب المواسير اللي هي بتقطعها الدايره. يبقى هنشوف رسمه كده، ادي مثلا الخط الرئيسي بيحيط بالمنطقه، فجينا رسمنا دايره الحريق نص قطرها 150 متر. الدايره دي قطعت مجموعه مواسير فرعيه، فنلاقي في اسهم داخله في اتجاه داخل الدايره، فديت عباره عن المواسير اللي قطعتها الدايره. فنبدأ نشوف الدايرة دي قطعت كام ماسورة، نعد هنلاقي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ماسورة تقريبا. يبقى عدد المواسير اللي قطعتهم الفاير سيركل 17. طب ماسورة التصرف المية بقى اللي هيمشي في الماسورة هيبقى كيو فاير، تصرف الحريق مقسوم على عدد المواسير اللي قطعتهم الدايره بتاع الحريق، يبقى كيو فاير على 17 ماسور. يبقى كيو بايب هيساوي كيو فاير على ان عدد المواسير التي تقطعها دايره الحريق او التي تمد دايره الحريق بالمياه. في الكريتيكال كيس ان تساوي مينيمم نمبر اوف بايب كاتد باي فاير سيركل، يبقى ان هو اقل عدد من المواسير
بيتم قطعها بواسطة دايرة الحديد. طيب عشان نصمم بقى أو نعمل بنقول إيه؟ إن أول حاجة بنفرد دايرة حديد نص قطرها 150 متر، بنرسم الشبكة. الدايرة دي مثلا أنا على أوتوكاد برسم دايرة 150 متر نص القطر بتاعها، أبدأ أحركها فوق الشبكة المرسوم، أشوفها بحيث إنها لحد ما تقطع لي أقل عدد من المواسير. ده يبقى ده المكان الكريتيكال. بعد كده أحسب عدد المواسير اللي هي قطعها، يبقى جبنا إن المينيمم نمبر أوف بايب كاتد باي فاير سيركل. بعد ما جبنا عدد المواسير هنروح نجيب تصرف الماسورة لوحده. تصرف الماسورة هيساوي كيو فاير على عدد المواسير، على أقل عدد من المواسير بتقطعهم دائرة الحريق. طيب عاوز بقى أصمم الشبكة الفرعية. زي ما قلنا اتكلمنا في محاضرة قبل كده، قلنا المينيمم ديامتر أوف لترال أو برانش بايب اللي هو الماينر بايب أقل قطر المواسير الفرعيات 150 متر مليمتر. يبقى هنفرد قطر المواسير الفرعية 150 مليمتر يعني 6 بوصة، ونعمل تشيك إذا كانت سيف ولا أنسيف. طيب التشيك ده إزاي؟ في طريقتين. الطريقة الأولانية قال إن الفاقد يعني المواسير من خارج الشبكة لحد دايرة الحريق اللي هي الهيد لوسز لا يزيد عن 5 متر، يبقى فرق الهيد بين الداخل والخارج اللي هي الماينر والمين المفروض ما يزيدش عن 5 متر. لو زاد عن 5 متر هيد يبقى نزود القطر. يعني مثلا الاتش كانت اكبر من 5 كانت 6 7 10، بدل القطر 150 نخليه 175 او نعمل تشيك ما نفعش نخليه 200 وهكذا. يبقى طب الهيد لوسز بنحسبه ازاي؟ انا دلوقتي فرضت القطر وعندي التصرف بتاع الماسوره اللي هو الكيو بايب بيساوي كيو فاير على ان على عددهم. بنيجي بقى في الدايره اللي احنا شايفين الرسمه اللي موجوده دي وحطينا مكان الدايره بقى في المكان الكريتيكال، نبدا نحسب اطوال المواسير. عندي ال 17 ماسوره دول، نحسب طول الماسوره من الخط الرئيسي لحد اللي هو حافة الدايرة. يبقى هنجمع كل المواسير، كل ماسورة طولها كذا، نقيسها بقى نلاقي دي طولها مثلا 50 متر، دي 200 متر، دي 300. نجمع الأطوال كلها ونقسمهم على عددهم اللي هم مثلا 17، يبقى هيديني الطول المتوسط للمواسير اللي بتمد دايرة الحريق، هيطلع لي مثلا 300. هنيجي نقول ايه لما نعمل تشيك، انا عندي كيو بتاع المواسير وعندي القطر اللي انا فرضه، هندخل هازن ويليام هنجيب ايه الاس، واحنا عارفين ان الاس بتساوي الاتش على ال، يبقى الاس الهيد لوسز هيساوي الاس في ال ال اللي هو الطول المتوسط للمواسير والاس اللي انا جبتها من هازن ويليام. لو لقينا الاتش الهيد لوسز لحد دايرة الحريق أزيد من 5 متر يبقى المواسير دي أنسيف، ونعمل نزود القطر بتاع المواسير. في طريقة تانية هنقولها، لا بيقول لك لا احنا أقل هيد عشان حنفية الحريق تشتغل عاوزة 15 متر، فبنحسب الهيد عند نقطة الحريق عند الدايرة إذا كان أزيد من 15 يبقى التصميم سيف، لو اقل من 15 يبقى نزود القطر، وهنشوف الكلام. يبقى الستيب فور ديزاين، لو في حد له استفسار لحد دلوقتي في الجزء اللي قلناه قبل ما نكمل. الليست ثاني يا دكتور الاطوال الليست ثاني لو سمحت، الليست اللي اتش وال تعويض وزميلك والتعب وزميلك بيتكلم تاني. المواسير بس يا دكتور بتبقى الاطوال الداخل اللي جوه الدايره والاطوال اللي بره الدايره؟ لا اللي بره الدايره، هي الطول المتوسط بحسب طول المواسير كلها من الماسوره الرئيسيه لحد ايه حافه الدايره الخارجيه.
يبقى ده أطول المواسير. بنجمعهم ونجمع الأطوال ديت ونقسمها على عددها، يديني الطول المتوسط اللي هشتغل عليه. طيب زميلك اللي بيتكلم على S و H، طب بالنسبة أنا رسمت الدايرة دي في مشكلة فيها؟ لا تمام. ده يبقى رسمت دايرة تقطع لي أقل عدد من المواسير، حسبت عدد المواسير اللي قطعتها، بعد كده عندي تصرف الحريق هروح أسمه على عدد المواسير يديني إيه؟ كيو باي. يبقى أنا عندي تصرف الماسورة الواحدة، يبقى كل ماسورة مثلا من المواسير هتنقل تصرف مقداره كيو باي. كيو باي ده بيساوي إيه؟ الكيو فاير على إن. طيب طب أنا دلوقتي المواسير دي لو أنا بصمم هفرض قطرها، طب هفرض القطر قد إيه؟ أقل قطر المواسير الفرعيات 150 مللي، يبقى هفرض قطرها كام؟ 150. بقى عندي حاجتين، عندي كيو وعندي الفار. يبقى هدخل هازن ويليام زي ما احنا عارفين، عندي ادم عندي حاجتين، هجيب الحاجه الايه الثالثه والرابعه. طب انا هدخل بكيو وفار اللي هي 150 مللي، هجيب ايه؟ اس. وانا عارف ان اس اللي هي بتساوي اتش على ال. طيب انا عاوز اجيب الهيد لوسز، طب الهيد لوسز هيساوي اس في ال. اس انا جبتها، والطول هو الطول المتوسط للمواسير اللي قطعتها دايره الحريق اللي انا حاسبها قبل كده، اروح ضارب اس في ال هيديني الهيد لوسز لحد دايره الحريق. يبقى في الحاله دي هنشوف اذا كانت اتش الهيد لوسز بقى ده ازيد من 5 متر، ففي الحاله دي بنقول انسيف ونزود القطر بتاع البواسير. يعني لو كانت 150 نخليها 175، لو هي 175 نخليها 200 وهكذا لحد ما اتش توصل كام؟ اقل من 5. وفي ناس تانيين في التصميم بيقول لك لا انا حنفية الحريق عشان تشتغل واقدر اسحب منها ميه عاوز اهد عند نقطه عند الحنفيه 15 متر. فبيحسب الهد من الخارج للداخل، عند الهيد في الخارج في الشبكه 30 مثلا، يروح خاصم منه الاتش ويحسب لي الهيد عند الدايره. اذا كان الهيد ازيد من 15 يبقى التصميم سيف، اقل من 15 يعني فيقول لي ام سيف. والكلام ده انا كاتبه لك بعد كده. الكلام اللي انا قلته ده كله انا كاتبه لك هنا بحيث ان ايه تقراه. يعني اول حاجه لو انا هصمم الستيب اوف ديزاين ذا ماينر ديستريبيوشن نتورك، اول حاجه ازيوم نفرض القطر بتاع المواسير الفرعيه من 150 ل 200 مل، يبقى قوي اول حاجه والافضل نبدا بال 150. نفرض اماكن مختلفه، ازيوم ديفرنت بوزيشن اوف سيركل لدايره الحريق بحيث انها تقطع لي اقل عدد من المواسير. فبنسمي الحاجه دي اللي ديتيرماين ذا كريتيكال سيركل، اللي هي دايره اللي هي الكريتيكال اللي هي بتقطع لي اقل عدد من المواسير. في الحاله دي بنقول ان العدد المينيمم نمبر اوف بايب ان. بعد ما جبنا عدد اقل عدد المواسير مكان الدايره اللي ادتني اقل عدد من المواسير اللي هو ان، هنجيب الفلو لكل ماسوره، يبقى الكيو هيساوي كيو فاير على ان. طيب هنجيب الطول المتوسط للمواسير اللي قطعتها دايره الحريق اللي هي ال ال افرج، هيساوي مجموع الاطوال بقى من الماسوره الرئيسيه في الخارج لحد دايره الحريق ال 1 ال 2 ال 3 و 4 وهكذا، ونروح اسمنهم على عدد. هنا بس في غلطه في الارقام، ال 1 زائد ال 2 زائد ال 3 زائد ال 4 وهكذا. عندي الهيد بتاع المين بايب اللي هو بتاع الماسوره الرئيسيه، المفروض ان انا المواسير الرئيسيه مصممها بطريقه تانية واعرف الهيد اللوب الرئيسيه من الخارج. طيب من عندي الكيو والفاي، وقلنا الكيو اللي هي تصرف الماسوره الواحده اللي هو الكيو فاير على ان، والفاي القطر اللي انا فرضه 150، هجيب الاس. من الاس والال افريج هنجيب ايه؟ الاتش، الاتش لوسز من اللي هو الفواقد من الخط الرئيسي لحد دايره الحريق.
الطريقة الأولانية إذا كان الـ H losses أقل من 5 متر يبقى أوكي. طيب الطريقة الثانية هنجيب الـ head at the perimeter of the circle، هنجيب الـ head عند حافة الدايرة. إذا كان الـ H2 اللي هو عبارة عن إيه؟ الـ H2 هيساوي H1 اللي هو الـ head عند المواسير الرئيسية ناقص الـ head losses هيديني الـ H2. إذا كان الـ H2 أكبر من 15 يبقى الفرد بتاعي سيف وصح وخلاص، يبقى انا صممت. لو هو اقل يبقى بنزود اقطار المواسير. يبقى دي طريقه التصميم. نفس الكلام كاتبينه لو انا عندي دايره مواسير فرعيه وعاوز اعمل لها تشيك. الفرق هنا بقى انا هناك كنت فارض كنت بفرض القطر، هنا القطر موجود. بقى نفس الخطوات بمشي فيها، بعمل الكريتيكال سيركل تقطع لي اقل عدد من المواسير واحسب كيو فاير كيو بايب، بعد كده الطول المتوسط للمواسير اللي بتقطعها دايره الحريق اللي هي من دايره الحريق لحد الماسوره الرئيسيه من الخارج، وبعد كده هنحسب الهيد لوسز. انا عندي الكيو والفاي، هجيب الاس ومن الاس احسب الهيد لوسز اذا كان اقل من 5 متر اوكي. أو الطريقة الثانية إذا كانت نحسب الهيد عند دائرة الحريق اللي هو عبارة عن الهيد في الماسورة الرئيسية في الخارج ناقص الهيد لوسز، إذا كان أزيد من 15 أكبر من أو يساوي 15 يبقى تمام سيف، لو هي أقل يبقى أنسيف. وبالحالة دي نقول له المواسير دي تصميمها بيحتاج إلى تعديل ونزود الأقطار. هنشوف مثال بسيط على الطريقة دي. بيقول لي investigate the minor pipe of the distribution system shown in figure. عاوز نحلل او المواسير الفرعيه الموجوده دي. The required fire flow التصرف المطلوب للحريق 300 لتر على الثانيه. والنورمال بريشر ان ذا فيدر اللي هو الهيد او الضغط في المواسير الرئيسيه 3 كيلوغرام على السنتي، وزي ما قلنا المره اللي فاتت 3 كيلوغرام يعني 30 متر هيد. طيب الحل يبقى دي شكل الشبكة اللي عندي، عندي 1 2 3 6 100 يعني 600 متر و6 في 100 600 متر وبيحيط بيهم الماسورة الرئيسية. المواسير الفرعية هو مديها لي قطرها 100 100 مللي. المفروض ان احنا قلنا اقل الفرعيات 150 بس هي مسألة هو عاوز يشوفها، فاداني القطر 100 مللي. يبقى هنبدأ نحل ازاي؟ أول حاجة assume the front position of circle، هنفرض أماكن مختلفة للدايرة بحيث نحدد الكريتيكال سيركل اللي هي الدايرة اللي بتقطع أقل عدد من المواسير، فبالتالي هيبقى العدد بتاعها إيه؟ فهنيجي نشوف في الرسمة هنا أنا حليت حاولت أودي الدايرة يمين وشمال والكلام ده، فلقيت المكان ده هو المكان الكريتيكال اللي هو بيقطع اقل عدد من المواسير، فهلاقي ان هو بيقطع كام ماسوره؟ هنعدها ليوم 12 ماسوره. يبقى المكان ده هو الكريتيكال وبيقطع اقل عدد من المواسير اللي هم 12 ماسوره. طيب يبقى ال N 12 بايب قطر الماسوره 100. طب التصرف الافرج للماسوره الواحده اللي هو الكيو بايب هيساوي 300 على عددهم على ال N هيساوي 25 لتر على الثانية. يبقى الماسورة الواحدة هتنقل لدايرة الحريق 25 لتر على الثانية. طب الطول المتوسط بتاعهم هنحسبه. عندي الماسورة هنا دي في السنتر ودي 150، يبقى الماسورة اللي هي في النص دي من الخارج للداخل 150، وعندي أربع مواسير ماسورتين أفقي وماسورتين رأس اللي هم 150. عندي الماسورة الثانية اللي هي جنبها لما نقيسها اللي هي 188 متر و2 من 10، عندي كام ماسوره؟ اربع مواسير. يبقى ال من عندي تماثل في الافق والراسي هيساوي 2 في 4 راسي 188 و2 في 150 راسي، وفي تماثل هنضرب في 2 ونقسم على 12 يبقى الطول المتوسط 175 متر. يبقى جبنا الطول المتوسط للمواسير اللي بتقطعها دايره الحريق. لحد دلوقتي في مشكلة؟ حسابه طول التاني يا دكتور. ايه؟
حساب الطول، طول ال L average بتاعك. ال L average مجموع الأطوال المواسير من الخارج لحد الداخل على عددهم. فأنا الدائرة دي أنا الكريتيكال، المكان الكريتيكال لقيته في السنتر بتاع اللوب. ففي السنتر فهبص ألاقي إن المسافة من المصورة من الخارج اللي هي في النص من الخارج، هتبص لها في الدائرة. لو بصينا هنلاقي إن في مصورة في النص، طب دي لما نحسبها هنلاقي 150 متر تحت المصورة قصادها بالظبط، هتبقى 150 متر. في الاتجاه الأفقي في النص برضو هنلاقي مصورة المسافة 150، جنب المصورة اللي هي في النص في مصورة يمين ومصورة شمال. المصورة اليمين والشمال دي لما نحسبها هنلاقي المسافة 188، كم مصورة؟ 2 من فوق و2 من تحت و2 أفقي و2 عكسه. يبقى في عشان في تماثل كان ممكن أقول إيه الـ average بيساوي 150 زائد 150 زائد 150 زائد 150 زائد 188 ديت وكررها 8 مرات. فقلنا لا، هو في 188 هنحسبهم في الأفق، عدم في تماثل في الرأسي والأفقي هنحسبهم في الرأسي مثلا ونضربهم في 2. فقلنا هم أربع مواسير 188 و2 150 دول اللي هم فين في الرأس، وهروح ضربينهم في 2 الأفق، يبقى جبنا الطول كله نقسمه على 12. بقى عندي التصرف اللي هو كيو افريج اللي هو عبارة عن 300 على عدد المواسير اللي هي 12 اللي هو 25 لتر على الثانية، وعندي الفاي اللي هو مدهولي 100 ملي. هندخل الشارت بتاع هازم ويليام لونجراف هنلاقي الاس 150 في الألف، رقم كبير جدا لأن قطر الماسورة صغير. فالهيد لوسز زي ما قلنا هيساوي الاس في ال 150 في الألف يعني 150 على 1000 يعني 15 من 100. هنضربها في الطول المتوسط 175 يبقى نلاقي الهيد لوسز 26.32 متر. يبقى الفاقد من الخط الرئيسي لحد دايرة الحريق 26 متر. لو بالطريقة الأولانية اللي أنا قلت لك عليها الهيد لوسز ده زاد عن 5 يبقى بالتالي ان انا خلاص يبقى انسيف، يبقى لازم نكبر قطر المصور. او بالطريقه الثانيه هنقول الهيد عند السيركل اللي هو الهيد لوسز عند حافه الدايره هيساوي الاتش عند المواسير الفرعيه ناقص الهيد لوس. عند يعني الاتش ماينر دي انا هعدلها لكم، هي اتش مين يعني بعدلها عندك لو ايه اللي هو الهيد عند الماسوره الرئيسيه اللي هي 30 ناقص الهيد لوسز من الماسورة الرئيسية لحد الدايرة اللي هو 26 يبقى هيتبقى 3.68 من 100، ده أقل من 15 أنسير. يبقى الحل في الحالة دي نعمل إيه؟ بالأول خالص كان ممكن لو ما لقينا الهيد لوسز أزيد من 5 كنا نقول أنسير، لكن إحنا بالطريقة التانية قلنا لأ هنحاولنا لو وصل لحد 15، فلقينا ال 15 ما جاتش 15. يبقى نزود قطر الماسوره من 100 ل 150. خلاص يبقى ايه اللي اختلف؟ الفاي، وعندي الكيو هي نفس الكيو 25 والفاي 150. هندخل منحنى هازن ويليام هنلاقي ان الاس بتساوي 21 في الالف. الهيد لوسز هيساوي الاس في ال 21 في الالف في 175 يبقى هيساوي 3.68. 3.68 هيد لوسز يبقى اقل من الخمسه يبقى سيف. برضو بالطريقة التانية الاتش سيركل هيساوي 30 ناقص 3.68 يساوي 26 يبقى أزيد من 15 يبقى سيف. الطريقة دي بسيطة زي ما احنا شفنا، ادي المسألة وادي حلها. تعتمد ان انا بجيب بفر دايرة الحريق اللي هي تقطع اقل عدد من المواسير، بعد كده بفر قطر الماسورة بدءا من 150 ملي، بحسب تصرف الماسوره الواحده اللي هو التصرف الحريق واقسمه على عددهم، بدخل هازن ويليام نوموجراف اجيب الاس من الاس اضربها في ال اللي هو الطول المتوسط يبقى اداني الهيد لوس. اذا كان الهيد لوس اقل من 5 يبقى سيف، او اطرح الهيد لوس من الاتش مين يبقى ازيد من 15 يبقى سيف. غير كده نزود قطر المواسير. في اي حد له استفسار في الطريقه دي قبل ما ننقل على حاجه تانية؟ يعني يا دكتور لو هو موفي شرط مش موفي شرط تاني، يعني لو مثلا
لو كان الـ H loss أقل من 5 متر بس الـ H circle كانت أصغر من 15، فكده سيف ولا أنسيف؟ يعني الشرط اللي هو الـ 5 متر ده لا، أصل مفيش أقل من 15. لو أنت حضرتك لو أنتوا فاكرين إحنا كنا بنقول إيه؟ الـ head losses at any point، قلناها في محاضرة قبل كده، بيتراوح ما بين 22 ونص و30. احنا قلنا في تصميمنا لشبكات المية المفروض ان الهيد يوصل المية توصل للدور السادس، فقلنا الدور السادس يعني 18 متر و5 متر عشان الحنفية تشتغل، يبقى حوالي 22 متر. فشرط الخمسة متر ده بيحقق، ما فيش فيه مشكلة. فمش معقول ان الخط الرئيسي هيبقى اقل من 22-23 متر. فاهم جدا. هننقل بقى على الطريقة الثانية اللي هي طريقة هارد كروس ميثود. طريقة هارد كروس ميثود هي طريقة بتعتمد على التقريب، يعني ايه؟ بعمل تقريب باستمرار، يعني سكسيسيف ابروكسيميشن، او ان انا بعمل مجموعة من الحلول والحل كل شوية اقرب لحد ما اوصل للنتيجة الصح. تستخدم لتصميم وتحليل الووتر ديستريبيوشن سيستم. يبقى ميثود اوف سكسيسيف ابروكسيميشن هي عمليه بتعتمد على تقريب متعدد لشبكه الميه، وبتستخدم التقريب المتعدد للحسابات، وبتستخدم لتحليل وتصميم الشبكات. يبقى طريقه، ودي من الطرق الايه اللي هي دقيقة جدا، اللي عن طريقها ممكن أعرف التصرف وفي أي ماسورة والهيد عند أي نقطة. يبقى طريقة هارد كروس ميثود بتعتمد على التقريب المتعدد بحيث إن أنا أوصل للحل الصحيح. لو إحنا فاكرين كنا بنقول الميثود أوف سيكشن، طريقة القطاعات طريقة تقريبية. أنا بصمم بالميثود أوف سيكشن، حددت أقطار مبدئية للشبكة، عاوز بقى أعرف التصميم ده صح والضغوط عند النقط كل نقطة كذا، بحيث لو التصميم صح خلاص عاوز أعمل مجموعة من الحسابات أعرف الضغط عند أي نقطة والتصرف في أي ماسورة، يبقى بستخدم طريقة هارد كروس ميثود. طريقة هارد كروس ميثود هي طريقة اللي بتستخدم كأساس لطرق الكمبيوتر ديزاين ميثود. يعني لما بتكلم الووتر كاد، الاي بي نت، الكلام ده هو الاساس بتاعته هارد كروس ميثود، بحيث ان هو بيعمل التقريب المتعدد ده بسرعه ويحل لي المساله ويحسب لي الضغوط والتصرفات في الماسوره. طيب الطريقه دي لها مجموعه فروض، وبرده هي لو جينا لشبكه الميه لما كنا بنرسمها على اللي هي الشبكه بتاع الجريد ايرون سيستم، اللي قلنا دي الشبكه اللي احنا بنشتغل عليها. الشبكه زي ما قلنا ما بيتمش السحب من المواسير الرئيسيه، فطريقه هارد كروس ميثود دي بتستخدم للتصميم مواسير رئيسيه. المواسير الفرعيه زي ما قلنا اللي هي الميثود اوف سيركل، هي طريقه واحده بس اللي بنصمم بيها المواسير الفرعيه. طب اما نيجي نتكلم على الشبكه، الشبكة دي بتتكون من حاجتين. أول حاجة اللي هي البايب، المواسير. يبقى الشبكة مجموعة مواسير بأقطار مختلفة بتكون لي حاجة اسمها لوب. اللوب دي اللي هي دائرة الخدمة، يعني عندي لوب واحد، لوب اتنين، لوب تلاتة. يبقى دلوقتي عندي لوب اللي هو الجزء ده اللي بتحيط به المواسير الرئيسية. طب المواسير الرئيسية دي بتلتقي في نقطة، نقطة التقاء المواسير دي بنسميها نود أو جانكشن. يبقى النود أو الجانكشن هي نقطة التقاء المواسير. يبقى مجموعة مواسير بتلتقي في مجموعة نقط اللي هي الجانكشن بتكون لي لوب. يبقى اللوب دي اللي هي دائرة الخدمة. زي ما احنا فاكرين أو شفنا أو اللي هو المخطط بتاع شبكة المية بتتكون مع مجموعة من اللوب، يعني مواسير رئيسية بتحيط بأحياء. يبقى كل لوب ده عبارة عن مجموعة مواسير بتحيط بحاجة. يبقى دي
اول حاجه الهارد كروس ميزر ان احنا الشبكه الميه بتتكون من مواسير، المواسير دي تلتقي عند مجموعه نقط، النقط دي بنسميها نود او جانكشن مكونه لوب. طيب عشان تسهيلا للحل لما نيجي نصمم بقى، طيب انا عندي اللوب دي بنسحب من مواسير فرعيه عند نقط مختلفه، فبالتالي لو عملنا نقط السحب عند النقط المختلفه دي هتبقى العمليه صعبه جدا. فقالوا لا، احنا بنحدد السحب بنجمعه ونركزه عند النود، يعني عند نقط التلاقي. يعني انا دلوقتي عندي نقطه A وB وC وD وE وهكذا، يبقى الميه لما بنسحبها هنسحبها من منطقه الايه تلاقي المواسير اللي هي النود. ده الفرد بتاع الطريقه دي. الطريقه دي بتعتمد على حاجتين. لو جينا ادي عندي مثلا ادي شكل شبكه، عندي مجموعه المواسير اهي متقسمه، ونقط الالتقاء اللي هي A و B و C و H والكلام ده دي النود، وعندي مثلا لوب A. الفرض بتاع الطريقة دي بتعتمد ايه؟ لو احنا جينا عملنا اتزان للشبكة دي، فبنقول ان التصرف الداخل للشبكة المفروض هيبقى يساوي التصرف الخارج. يعني انا داخل لي Q1 و Q2 وخارج Q3 و Q4، يبقى المفروض ان Qn اللي هو التصرف الداخل لللوب كلها للشبكة كلها بيساوي التصرف الخارج منها. ده اول فرض. هل في فرض تاني؟ يعني عندي تصرف داخل بيساوي التصرف الخارج، ده اول فرض. طيب يبقى سيجما كيو ذا سم اوف انفلو اند اوت فلو ات نود او لوب. احنا قلنا في اللوب، لو اتكلمنا على اللوب يبقى التصرف الداخل لللوب هو التصرف الخارج منه. طب لو اتكلمنا على نود، نقطه ايه اللي داخلها Q1، طب Q1 هتمشي فين؟ هتمشي في الماسورة AI و AB هتنقسم. طب التصرف الداخل ده ما هو هيخرج من النود داخل للA، هيخرج من الA، يبقى التصرف اللي داخل للنود لنقطة الالتقاء بيساوي التصرف الخارج منه. يبقى ده أول فرض أو أول أساس هنشتغل عليه، التصرف الداخل بيساوي التصرف الخارج، سواء كان ل الووتر ديستريبيوشن نتورك كلها او اذا كان للوب واحده او كان لنقطه واحده، يبقى التصرف الداخل في نقطه بيساوي التصرف الخارج منها. الفرض الثاني الهيدروس، يعني انا عندي نقطه A وعندي نقطه F اللي هي عندي كيو 4، لو حسبنا الفواقد المفروض مثلا الضغط عند نقطه A هيساوي مثلا قلنا 50، الضغط عند نقطة F الهيد لوسز هيساوي الهيد 30. طب يبقى الهيد لوسز من A ل F هيساوي كام؟ الفاقد في الضغط من نقطة A ل F مش هيساوي 50 ناقص 30 20 متر؟ طب أنا لو حسبت بقى الهيد لوسز من وخدت المسار AB وB E وE F، المفروض ان الهيد لوسز هيطلع 20. لو حسبته في المسار AI و H و G و F المفروض برضو ان يطلع لي 20. يبقى الهيد لوسز من اي اتجاه متساوي، او السيجما الهيد لوسز بيساوي صفر. ليه؟ لان لو حسبته في اتجاه AB EF مثلا هلاقيه موجب، حسبته في الاتجاه الثاني سالب، هنجمعهم يبقى صفر. يبقى سيجما الهيد لوسز بيساوي صفر، او الهيد عند اي نقطه بيثابت بغض النظر عن المسار اللي انا استخدمته لحساب الهيد. وده الكلام اللي احنا كاتبينه في الشريحه الاولانيه. هنيجي نتكلم
النظام ده the net flow into any junction or loop must be zero. يبقى النت فلو بقى يعني ايه؟ يعني الفلو الداخل بيساوي الخارج، يعني عند اي نقطة او اي لوب التصرف الداخل بيساوي الخارج. The net head losses around any closed loop must be zero. الهيد لوسز برضو لأي لوب بيساوي زيرو، لان انا هحسبه في الاتجاه والاتجاه التاني بحسبه، فالاتنين بيبقوا عكس بعض يديني صفر. الهيد هيدروليك جريدينت لاين ات اني جانكشن، اللي هو قلنا الهيد عند اي نقطه ماست هاف وان اند اونلي وان اليفيشن، يعني اللي له قيمه واحده بغض النظر عن المسار اللي احنا بنحسبها منه. الكلام ده برضو انا منزله لكم شريحه بخط اليد. الهارد كروس ميثود ديبندز ان تو ايكويشن، بتعتمد على معادلتين، الجانكشن ايكويشن واللوب ايكويشن. لو جينا عند الجانكشن ايكويشن، لو ادي النقطه اهي كيو 1 بتساوي كيو اي زائد كيو بي. طيب النود ايكويشن كيو 1 كيو اي، يبقى كيو 1 بتساوي كيو اي زائد كيو بي. اللوب ايكويشن انا عندي اللوب اللي هي موجوده دي عند التصرف الداخل كيو 1 والخارج كيو 3 وكيو 4، يبقى كيو 1 هتساوي كيو 3 زائد كيو 4. يبقى دي ايه؟ تحقيق التصرفات. فممكن نيجي يديك لوب زي دي ويديني كيو 1 وكيو 3 وما يدينيش قيمه كيو 4، فبالتالي ممكن احسب كيو 4 اقول اللي داخل بيساوي اللي خارج واطرحهم من بعض يديني ايه؟ كيو 4. انا عندي البريشر بتاع نقطه 3 في اللوب ايكويشن، بقى نقطه 3 اللي عندي كيو 3 هتساوي البي 1 البريشر عند نقطه 1 ناقص الهيد لوسز في الماسوره 1 2 والهيد لوسز في الماسوره 2 3. يبقى ده البريشر عند نقطه 3، يبقى البريشر عند نقطه 3 هيساوي الضغط عند نقطه 1 اللي هو بي 1، ونطلع الهيد لوسز هنمشي في المسار اللي هو الماسوره 1 2 والماسوره 2 3، هنمشي في المسار ده، يبقى نطرح الهيد لوسز خلال الماسورتين دول هيديني الضغط عند نقطه 3. ممكن احسبه من مسار تاني، البي 3 هيساوي البريشر عند نقطة 1 بار ناقص الهيد لوسز في الماسورة 1 4، يبقى الماسورة اللي هي في المسار الثاني زائد الهيد لوسز في يعني داخل القوس يعني من 4 ل 3. المفروض ان الاثنين دول متساويين، يبقى لما بي 3 هتساوي بي 3 لان ايه؟ بغض النظر عن المسار، بس الفرق ان الإشارة، فنلاقي البي في المسار 1 2 و 2 3 المسار ده بوزيتيف. طب في المسار 1 4 و 4 3 نلاقي نيجاتيف، فبالتالي لما نجمعهم على بعض هيديني صفر، يبقى سيجما لوسز بيساوي صفر. طيب ايه اللي بيحددوا بوزيتيف او نيجاتيف؟ ايه هي القاعده اللي بتحدد كده؟ لما بنيجي نرسم الشبكه بتاع الميه وبنحدد اتجاه الموجب والسالب، بنحدده ازاي؟ بنروح راسمين سهم زي ما احنا شايفين كده في وسط اللوب، في سهم كده مكتوب بوزيتيف، يبقى ده الاتجاه الموجب. طب الاتجاه الموجب ده هو اتجاه ايه؟ بيقول لك كلوك وايز، اللي هو اتجاه عقارب الساعه. يبقى برسم سهم داخل اللوب، السهم ده في اتجاه عقارب الساعة، وفي التالي أي تصرف أو أي هيد لوسز في الاتجاه ده ماشي مع الاتجاه ده بيبقى بوزيتيف، يبقى موجب. لو أي تصرف أو أي هيد لوسز عكسه بيبقى نيجاتيف. يبقى كده حد القاعدة اللي بنحدد بيها الاتجاه السالب والاتجاه الموجب، اللي مع عقرب الساعة بيبقى موجب، اللي مع عكس عقرب الساعة بيبقى سالب.
يبقى الطريقة دي بتعتمد على حاجتين. أول حاجة إن مجموع التصرفات اللي داخلة لأي نقطة بتساوي التصرفات اللي خارجة منها. مجموع التصرفات اللي داخلة لأي لوب بتساوي التصرفات اللي خارجة من اللوب. دي أول قاعدة. القاعدة الثانية بتاع الفواقد الهيد لوسز، أو ممكن نقول الهيد بتاع أي نقطة ثابت بغض النظر عن المسار اللي حسبناه منه، أو بمعنى آخر إن الهيد لوسز مجموعه داخل اللوب بيساوي صفر. يعني أنا بحسبه في اتجاه وفي الاتجاه العكسي بتاعه بيبقى إشارة مخالفة فبيبقى صفر. يبقى سيجما الهيد لوسز لللوب بيساوي صفر. الالجبريك سم أو the head losses in a loop must be equal zero. يبقى الهيد لوسز واحد بيساوي هيد لوسز اتنين. قبل ما ننقل على حاجة تانية، فهمنا الجزئية دي؟ لأن عندنا الطريقة دي ده الأساس بتاعها، إن أنا أعرف دي القواعد اللي هبدأ أشتغل على أساسها. مجموع التصرفات الداخل لأي نقطة أو أي شبكة أو أي لوب الداخل بيساوي الخارج، مجموع الفواقد لأي لوب بيساوي صفر. هي الماسورة يا دكتور اللي هي على ايدينا اليمين ديت اللي هي تقريبا أربعة دي، أيوة اللي ديت السهم بتاعها فوق ولا تحت؟ ما عشان هتفرق برضه. لا ما كله أربعة يعني ولا الماسورة الطويلة دي اللي فوق الرأسية اللي على ايدينا اليمين؟ ما هو قلنا مع عقارب الساعة بيبقى بص عكس عقارب الساعة. مش أنا هقول هي الماسورة اللي هتبقى بص ولا نيجي أشوف التصرف. هنفترض فده اللي أنا أقصده، إن التصرف هنا مش محدد هو داخل ولا خارج. أنا عندي مثلا كيو واحد بتساوي 100 لتر، اللي هي كيو واحد. تمام. عندي نقطة واحد ناخدها نقطة نقطة، والبريشر عند النقطة ديت 50 متر. طب التصرف اللي داخل ده هيتقسم لجزئين. الجزء الاولاني اللي هو اتجاه واحد اربعة 40 لتر، والاتجاه الثاني 60. يبقى الداخل 40 و60 بيساوي كام؟ 100. يبادل 100 اللي هي داخل. طيب هنيجي نتكلم على اللوب نفسها بقى. الداخل كيو واحد 100، كيو تلاتة 60، كيو أربعة 40. يبقى الداخل 100 والخارج 60 و40 هو نفسه الايه؟ 100. تمام ماشي. طيب هنمشي بقى التصرف اللي ماشي في الماسورة واحد أربعة مقداره كام زي ما قلنا؟ 40. 40. لما رسمنا اتجاه البوزيتيف اللي هو مع عقرب الساعة، التصرف ده ماشي من واحد لأربعة، يبقى السهم بتاعه موجود اللي هو جنب الأربعة اللي هو داخل أربعة 40. السهم ده مع سهم البوزيتيف ولا عكسه؟ سالب. ده يبقى ده التصرف ده سالب. طيب هنيجي للتصرف اللي هو في الماسورة واحد اتنين. تمام. هو 60 وماشي من اتجاه واحد لاتنين، يبقى ماشي مع السهم البوزيتيف ولا يبقى القيمة بتاعته ايه؟ بوزيتيف. يبقى التصرف ده موجب وهكذا. انا طيب بتكلم بقى على الماسورة اللي هي 4-3. 4-3 هنشوف بقى التصرف اللي ماشي فيها كام. يعني انا قلت هنا 40، التصرف اللي ماشي فيها ايه؟ صفر. لأن الستين مشت في الماسورة الثانية وخرجت من ثلاثة مثلا، ده الفرض اللي احنا فرضينه. فبالتالي لو هشوف اتجاه التصرف وده اللي هيديني ايه؟ هو هنا كده مفيش تصرف، ده اللي انا كنت بسأل فيه. يبقى مفيش ايه؟ لها قيمة. وقيمتها صفر. تمام. يبقى دي القاعدة اللي بنمشي عليها. الهارد كروس ميثود زي ما احنا شايفين
ادي لوب ادي شبكه. فبنروح اول حاجه نقسمها اللوب، يبقى نرقمها الشبكه دي نشوف فيها كام لوب. ادي لوب واحد، لوب اثنين، لوب ثلاثه. يبقى اول نقطه بنحطها في الشبكه ايه؟ ان احنا بنقسمها للوب، بنرقم اللوب. بعد كده بنحدد نرسم سهم لاتجاه الموجه اللي هو البوز اللي هو مع عقارب الساعه. نروح جايين كده بكل لوب وراسمين السهم ده ويكون واضح عشان انا هشتغل عليه وحساباتي عليه. يبقى دي اول حاجه. بعد كده نقول التصرف الداخل للشبكه هيساوي التصرف الخارج، او مجموع التصرف المفروض يساوي ايه؟ صفر. فبالتالي بنقول التصرف الداخل موجب والتصرف الخارج ايه؟ سالب. بنعمل الماينر لوسز اللي هي الفواقد الماينر بتاع الشكل اللي هي الشيب، عشان ده فرض الحل. وكل لوب السيجما الهيد لوسز المفروض تساوي ايه؟ صفر. طيب انا الكيو ان اللي عند جانكشن 6 لو اللي احنا شايفينه بينقسم كيو 3 وكيو 9. طب انت دلوقتي عندك شبكة، ايه اللي انت عارفه لها؟ يعني عندي شبكة مية موجودة وانا عاوز اصممها، ايه اللي انا اعرفه للشبكة دي دلوقتي؟ يعني انا عملتها بالمسدف سيكشن، طلعت منها اقطار وعرفت اماكن السحب بتاع المية، حطيتها في الايه في النود. يبقى انا ايه اللي انا اعرفه للشبكة؟ الأقطار والتصرفات الخارجية بتاعت اللي هي الكيو ان والكيو اوت اللي هي عند الايه النود. طب التصرفات داخل المواسير دي انا اعرفها؟ لا. فبالتالي عشان ان انا اشتغل انا بفرضها بقاعدة ايه؟ التصرف اللي داخل للنود بيساوي التصرف الخارج منه. يبقى الكيو ان ده المفروض يساوي ايه؟ كيو 9 زائد كيو 3. طب كيو 9 كام وكيو 3 كام؟ كيو 9 بيساوي كيو 10 زائد كيو 7 اللي هي 37. ايوه بقى كل لوب بقى ما. بس انا عاوز 37، عاوز احدد كيو 9. طب كيو 9 دي وكيو 3 انا هحددهم ازاي؟ انا هبدا افرضهم بحيث قيمتهم تساوي اللي داخل. طب كيو هفرضهم ازاي؟ هشوف مسارات المياه في الشبكه، السحب فين، والمياه بتمشي في اقرب مسار. فبالتالي ايه اقرب مسار؟ يبقى التصرف الاكبر. يبقى هفرض قيمه لكيو 9 وقيمه لكيو 3. طب ده بيعتمد على ايه؟ هيعتمد على خبرتك وشكل الشبكه والكلام ده. اي فرض افرضه هيبقى هيتحل في الاخر ويبقى صح، لان احنا بنعمل تعديل ايه؟ قلنا سكسيسيف ابروكسيميشن، تعديل متعدد او تقريب متعدد، يعني بنحل مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما نوصل للصح. الفرض بتاعك اذا كان صح اقرب للصح يبقى انت هتحل مرتين ثلاثه. فرضت فرض عكس الصح هتحل مثلا 10 مرات 15 مره لحد ما توصل للحل الصحيح. طيب لكن يبقى انا دلوقتي فرضت قيمه لكيو 3 وكيو 9 حسب شكل الشبكه واماكن سحب الميه. طب الكيو 9 دي راحت على الجانكشن 7 هتنقسم برضو في ماسورتين كيو 7 وكيو 10 برضو هفرضهم وهكذا. يبقى هنفرض التصرفات في المواسير الايه؟ الداخليه. بعد ما فرضنا التصرفات هنحسب عند التصرف وعندي القطر الماسورة هحسب الهيد لوسز في المواسير. يبقى انا مثلا في اللوب الاولانية اللي هي لوب واحد عندي الكيو ان، عندي تصرف كيو 9، وعندي قطر الماسورة بقى من جانكشن 6 ل 7 هدخل هذه الويليام نوموجراف اجيب الاس، وعندي طول الماسورة هجيب الهيد لوسز في الماسورة دي، والماسورة 3 اللي هي فيها كيو 3 ديت هحسب برضه نفس الهيد لوسز فيها. الماسورة اللي كيو 1 هيد لوسز. يبقى بنحسب الهيد لوسز ازاي؟ عن طريق القطر والتصرف اللي انا ايه فرضته.
طيب المفروض بقى في اللوب دي لما انا احسب الهيدلوس الكيو 3 هيبقى بوزيتيف، الكيو 1 بوزيتيف، طب الكيو 4 الهيدلوس بتاعها هيبقى ايه؟ الكيو 4 ايه؟ نيجاتيف لانها عكس العقارب الساعه، الكيو 7 برضو نيجاتيف والكيو 9 نيجاتيف، طب الهيدلوس في المقابل لكيو 9 هيبقى برضو سالب، والكيو 7 هيبقى سالب، والهيدلوس برضو في الماسوره المقابل لكيو 4 هيبقى سالب. طب اما اجمع الموجب اللي هو الهيدلوس في اللي هو مقابل لكيو 3 ومقابل لكيو 1 ده بوزيتيف، واجمع النيجاتيف المفروض ان مجموعهم يساوي ايه؟ صفر. لان هي القاعده اللي انا ليه بقى؟ لو انا عاوز اجيب الهيد عند جنكشن عشان اثنين، طيب يا اما عندي الهيد عند نقطه الكيو ان اللي هي جنكشن 6، فيا اما احسب الهيد لوسز في الماسوره اللي هي فيها كيو 3 والماسوره اللي فيها كيو 1 واجمعهم يديني الهيد عند جنكشن 2، او امشي في المسار الثاني احسبه بقى في الهيد كيو 9 والكيو 7 والكيو 4 واطرحهم من عند كيو ان يديني، المفروض لما احسبهم من اليمين او الشمال يبقى الهيد بتاع النقطه جي 2 يبقى 1. طب لو ما طلعش 1 يبقى ايه الفرق اللي انا فرضته ايه؟ يبقى في حاجه غلط المفروض دي يبقى الفرد بتاع الكيوهات اللي انا فرضتها مش صح، يبقى لازم انا اعمل تعديل للفرد ده يبقى كيو تزيد او تقل، لكن في الواقع يعني في الحاله المثاليه او لما اوصل للحل الصحيح لو الكيوهات دي مظبوطه يبقى السيجما هيد لوسز بيساوي صفر، لو الكيوهات مش مظبوطه ما يساويش صفر، لازم انا اعمل ايه؟ تصحيح. التصحيح ده بنعمله ازاي؟ بنقول انا عندي دلتا اللي هي الكوريكشن اللي هو التصحيح بقى اللي انا اعمله للتصرفات هيساوي سيجما الهيد لوسز على ان معامل في سيجما الهيد لوسز على كيو، يبقى بحسب السيجما الهيد لوسز في اللوب واقسمها على سيجما الهيد لوسز على التصرفات، وان ده حسب ما انا شغال بدارسي او هازن ويليام، اذا كان دارسي بناخد 1.85 هازن ويليام 2 وهكذا، وبعد كده بنزود الكوريكشن ديت على التصرفات، فبقى عندي الكيو 9 كيو 3 كيو 1 كيو 4 كيو 7 اتغيرت قيمتها، ونبدا نحسب الهيد لوسز تاني، لقينا الهيدلوسز بيساوي صفر يبقى خلاص ما بيساويش صفر يبقى نعمل كوريكشن كمان مره ونروح مغيرين التصرفات لحد ما نوصل للهيدلوسز يساوي صفر. يبقى فهمنا ازاي احنا بنشتغل في الطريقه ديت، هنشرح الكلام ده كله بالتفصيل بس القاعده العامه اللي احنا شغالين بيها فهمناها. تصحيح تاني بس يا دكتور معلش، انا قلنا المبدا ان انا التصرفات داخل المواسير الداخليه مش معروفه فانا بفرضها، وقلنا الفرد ده بيبقى حسب خبره حضرتك او حسب خبره اللي هو بيصمم، فلو هو عنده خبره كويسه حسب اتجاهات الميه والمواسير الميه بتمشي منين وخارج الميه ممكن يفرض قيم قريبه من الصح، لو ما عندوش خبره هيفرض اي قيم مفيش مشكله. طيب بعد ما عاوزين نتاكد ان القيم دي صحيحه نتاكد ازاي؟ نطبق القواعد بتاعتنا. السيجما كيو دي انا بستخدمها في الفرد دي القاعده دي بتطبق، لكن القاعده الثانيه السيجما هيد لوسز بيساوي صفر، يعني مجموع الفواقد داخل اللوب المفروض يساوي صفر، وقلنا ان في اتجاه بوزيتيف واتجاه نيجاتيف على اساس ان ده مع عقرب الساعه موجب ومع عكس عقرب الساعه نيجاتيف، فبالتالي بنحسب الهيد لوس، اذا لقينا الهيد لوس ما بيساويش صفر يبقى الفرد بتاع الكيوهات اللي انا فارضها مش مظبوط. طب عاوز اصحح الكيوهات دي افرض فرد تاني، مش هفرض بقى بمزاجي،
لا بعمل تصحيح، التصحيح ده اللي هو دلتا، بروح حاسبها وتعمل لي تصحيح دلتا بتساوي، هجمع بقى سيجما الهيدلوس اللي انا طلعتها اللي هي ما طلعتش صفر على سيجما الهيدلوس على كيو اللي هو بتاع كل ماسوره واقسمهم على بعض وهيديني رقم دلتا. يبقى دلتا ديت التصحيح اللي انا هعمله للتصرف، اروح مزود الدلتا دي باشارتها على التصرفات باشارتها، يعني طلعت دلتا موجب لما اضيفها على كيو 3 الموجب يبقى هتزيد، لما اضيفها على كيو 9 السالب يبقى قيمه كيو 9 هتقل، وده اللي بيحافظ على الايه النود ايكويشن. يعني انا مثلا هزود كيو 3 يبقى لازم انقص كيو 9، هزود كيو 9 يبقى هنقص ايه كيو 3. عملنا التصحيح ده بقى عندي تصرفات جديده، هدخل بالتصرف الجديد والقطر واحسب الاس واحسب الاتش الهيد لوسز في اللوب واشوف اذا كان الهيد لوسز بيساوي صفر يبقى خلاص، ما بيساويش يبقى احسب كوريكشن تاني، احسب دلتا تانيه واضيفها على المواسير واصحح التصرفات لحد ما نوصل للحل الصحيح. هو كده المقام يا دكتور، المقام بتاعها ان في الماسوره على كيو، على الكيو بتاعت كل ماسوره، كل ماسوره يعني انا بحسب الهيد لوسز للماسوره واقسمها على الكيو بتاعتها، الهيد لوسز بتاع يعني ايه كل ماسوره، انا في الاول بحسب الهيد لوسز اللي هي فوق السيجما الهيد لوسز تحت، بعد كده كل ماسوره بحسب لها الهيد لوسز اروح اقسمها على التصرف واروح جامع بقى الكلام ده كله لكل المواسير، يبقى ده سيجما الهيد لوسز على الايه على الكيو. تمام، ده معامل سواء بحيث ان انا شغال بقانون دارسي او قانون ايه هازنويلي. الطريقه ديت انا ما كاتبها لك بحيث انك برضو لما تيجي تقرا الكلام ده وتطبق مجموعه خطوات. اول خطوه نفرض ان الميه بيتم سحبها من النود فقط، ما فيش سحب ميه من المواسير، النقطه اللي انا قلتها لك بنجمع السحب خليه في النود. تاني حاجه الشارج اللي بيدخل السيستم بياخد علامه، بياخد اشاره موجبه، واللي بيخرج من السيستم بياخد اشاره سالب، يبقى التصرف الداخل موجب والتصرف الخارج سالب. بنفرض التصرف لكل ماسوره ماجنتيود كقيمه ودايركشن كاتجاه، يعني مثلا لما نرجع لهنا للوب ديت لما فرضت انا كيو 9 انا فرضت كيو 9 برقم، وهفرض الاتجاه بتاعها انها ماشيه في الاتجاه اللي هو بتاع السهم، يبقى بفرض التصرف لكل ماسوره بحيث كقيمه ماجنتيود ودايركشن اللي هو اتجاه على اساس. طب الدايركشن ليه؟ عشان نحدد الاشاره بتاعتي هل التصرف ده موجب ولا سالب. يبقى عندي سيجما كيو ان بيساوي سيجما كيو اوت، وسيجما كيو ده بالنسبه لللوب، وسيجما كيو للنود بيساوي صفر. انديكيت ذا دايركشن اوف فلوز، بنحدد بقى الاتجاه بتاع التصرف بسهم، يبقى لازم ان كل تصرف نحدد له سهم كده يقول اتجاهه، وبعدين الدايركشن ده يا اما هيبقى كلوك وايز مع عقرب الساعه او كاونتر كلوك وايز عكس عقرب الساعه. بنحسب الهيد لوسز في كل ماسور في كل لوب، المفروض السيجما هيد لوسز بيساوي صفر. لو ما كانش يبقى هنروح بقى للتصحيح. طب القاعده العامه بقى الكلوك وايز فلو، التصرفات اللي مع اتجاه عقارب الساعه بتبقى موجبه، والتصرفات وبتنتج اند بريديوز بوزيتيف هيد لوس، يبقى التصرف اللي هو في اتجاه عقرب الساعه بيبقى قيمته بيبقى موجب وبينتج هيد لوسز موجب، التصرف العكس عقرب الساعة بيبقى سالب وبينتج هيد لوسز سالب. بعد ما
مع الأخذ في الاعتبار with due attention to sign، مع أخذ الإشارة بقى أو اللي هي سواء موجب أو سالب هنحسب سيجمال هيد لوسز وسيجمال هيد لوسز على كيلو. يبقى دلوقتي أنا قلت التصرف والهيد لوسز إما يبقى سالب أو موجب حسب إنه مع عقرب الساعة وعكس عقرب الساعة. بعد كده بنحسب احنا كنا بنتكلم على اللوب، بنشتغل لوب لوب، بنحسب سيجما هيد لوس لللوب وسيجما هيد لوس على كيو لللوب. بعد كده بنيجي بنعوض في القانون اللي هو بتاع الكوريكشن اللي هي الدلتا بتساوي سالب السيجما هيد لوس، ودي قلنا عرفنا ازاي بنحسبها لللوب، والسيجما هيد لوس على الكيو ودي برضو عرفنا ازاي بنحسبها، وناخد الان. الان ده بيساوي 1.85 اذا كنا شغالين هازن ولي. اذا كده شغالين بقانون دارسي يبقى هناخد الان بتساوي 2، والافضل ان احنا بنشتغل على 1.85. يبقى اغلبيه تصميم الشبكات الميه بنشتغل على هازن ولي. عشان ندخل على التشارت بتاع دكتور صح، ما بنستخدمش المعادلات في التشارت. لا ما واحد سهل بقى، انا عندي الهازل ويليام نوموجراف بشتغل بالنسبه للايه للهازل ويليام. تمام. عندك النوموجراف ده اساسي معاك في التصميم، يعني احنا سهلنا عمليه التصميم كلها ان انا مجرد اربع خطوط وبجيب اي طول. يبقى عندي الهازل ويليام بستخدمه، عندي الكيو وعندي الفاي بجيب الاس، من الاس بحسب الاتش، الاتش بتساوي الاس في ال، بجمع الاتش وبجمع الاتش على كيو للبايب، ونعوض في القانون بتاع الكوريج. بنعمل الكلام ده لكل لوب. بعد كده بنعمل تظبيطه للتصرفات، بنزود الدلتا دي بقى ممكن تطلع موجبة وممكن تطلع ايه سالب، فبالتالي بنزود بقى قيمة الدلتا دي بقيمتها اللي طلعت على قيمة الكيو بتاع كل ماسورة، يديني دلوقتي التصرف جديد. بنعمل الكلام ده بقى الكوريكشن ديت لحد ما القيمة بتاع دلتا تبقى قريبة من الصفر او ممكن نهمل، ولما يوصل الهيد لوسز لصفر يبقى نتكلم. طب انا دلوقتي بعمل الكلام ده لكل لوب، يبقى طب انا لو عندي نرجع كده للشكل ده، في مواسير هتلاقيها مشتركه ما بين اتنين لوب، يعني ماسورة مثلا اللي جاية من جانكشن 4 لجانكشن 2 مشتركة ما بين لوب 1 ولوب 2. طب الماسورة دي هنديها اني كوريكشن؟ فبنديها المواسير المشتركة ما بين كذا لوب بنديها كوريكشن بتاع كل لوب. يعني الماسورة زي دي هنديها دلتا واحد بتاع لوب واحد وهنديها دلتا اتنين بتاع لوب اتنين، يبقى الماسورة المشتركة لكذا لوب بتاخد كل الايه الجنب. يبقى فور كومن بايب لوب واحد دلتا هتساوي دلتا واحد سالب دلتا اتنين، فور كومن فور سيم بايب كومن لوب اتنين دلتا هتساوي دلتا اتنين ناقص دلتا واحد وهكذا. طب الإشارة السالب ليه؟ لان دايما الماسوره لما بتبقى في لوب بيبقى لها اتجاه، وفي اللوب الثانيه بيبقى لها اتجاه ثاني مع عكس عقرب الساعه مثلا، فبالتالي بنديها التصحيح بتاعها ناقص التصحيح بتاع اللوب الثاني. انا كاتب لك الكلام ده الباي كومن تو لوب والريسيف بوس كوركشن. يبقى الكيو هتساوي الكيو اسيوم تصرف الماسوره بقى اي ماسوره زائد دلتا كيو 1 ناقص دلتا كيو 2. طب بنشتغل بقى نعمل الكوريكشن ديت لحد ما نوصل لايه، يا اما السيجما هيد لوس تساوي صفر او بنقول دلتا كيو اقل من او يساوي 1/10 لتر على الثانيه. بعد كده يبقى خلاص الحل بتاعنا
ده صح. يبقى أنا عندي لوب زي دي، أنا منزل لك برضو شكل اللوب ومحسوب لها كذا قيمة. هنلاقي إن الدوس لما تساوي نعمل تقريب بحيث إن دلتا كيو تبقى أقل من 1/10 يطلع السنة. لو وصلنا لكده يبقى خلاص إحنا وصلنا للتصميم الصح. الرسمة دي فيها كذا حساب وهنشوف. خطوات حل طريقة الهارد كروس. أول حاجة ترقيم اللوب زي ما قلنا. حدد الاتجاه الموجب مع قارب الساعة. بنحقق بقى السيجما كيو تساوي صفر والسيجما هيد لوسز تساوي صفر. من هذه الويليام نوموجراف بنحسب الاس اللي هي اتش على ال، بنجيب الاتش بنعمل دلتا كيو اللي هي قيمه. هنفترض دي كانت مساله جت في امتحان قبل كده، وده مثال مثلا ممكن تلاقيه في الشيت. مديني شبكة بالشكل ده فيها ثلاثة لوب. فأول حاجة في يعني في الشبكة دي بنعمل إيه؟ بنرقم اللوب دي 1 2 3. بعد ما بنرقم اللوب نروح عاملين اتجاه مع قارب الساعة يحدد اتجاه البوز. بعد ما عملنا كده نبدأ نشوف التصرفات الخارجية. المفروض مجموعة التصرفات الخارجية الداخل يساوي الخارج. لو أنا عندي تصرف مش موجود قبطه ممكن أحسبه. فبص للشبكة دي عندي التصرف الداخل 750. انا فرضته ازاي ان الميكروفون بتاعه شغال وبيغلوش علينا كتير لو سمحت. دي مساله كان موجود فيها شكل الشبكه والتصرفات الخارجيه عليه. لما نيجي نحلها قلنا اول حاجه بنرقم اللوب، فانا رقمت 1 و2 و3. تاني حاجة بحدد اتجاه البوزيتيف، برسم سهم بيحدد الاتجاه ده مع عقارب الساعة. بعد كده بشوف التصرفات الداخلة تساوي التصرفات الخارجة للشبكة عامة، أعمل تشيك عليها ولو في تصرف ناقص ممكن أحسبه. بعد كده بفرض التصرفات الداخلة جوه المواسير. أنا عندي أكتر المواسير بتبقى معطاة، فأنا مثلا عندي الداخل الرئيسي 750. طب انا هفرضه عندي ماسوره 500 وماسوره 900. طب انا هفرضه، فانا رحت فارض مثلا الماسوره 900 الكبيره هتشيل 400 والماسوره الصغيره يبقى 750 ناقص 400 يبقى 350. يبقى انا اول فرض عندي هروح الماسوره النقطه 9 داخل لها 350 خارج 100 بره الشبكه. يبقى اللي هيمشي من 9 ل 8 هيبقى 250 اللي هو الفرق 350 ناقص 200. هنيجي يعني عند نقطه 8 داخل لها 250 وخارج 100 بره الشبكه، يبقى متبقي كام؟ 150. طيب انا فرضت ان هيجي لها من الاتجاه 2 8 هيجي لها 50، يبقى داخل 50 وخارج و250 يبقى دي 300، وخارج 100 يبقى اللي هيخرج هنا 300 ناقص 100 200. يبقى الماسوره 8 7 التصرف اللي فيها 200. هنروح بقى عند نقطه 7 داخل 200 من ماسوره 8 7 وخارج 300، يبقى انا عاوز 100. يبقى هعمل سهم كده ب 100، يبقى 100 و 200 الداخل بيساوي 300 الخارج. عند ماسوره 6 خارج 600 وخارج 100 برده تاني، يبقى المفروض يجي لها كام؟ 200. عند الماسوره رقم 5 ال 200 خارج منها 200 و
طب ال 200 ديت هتيجي من فانا فرضت ان هيبقى هنا في 70 فهيبقى 50 وفي 250 وهكذا، يبقى بفرض كل التصرفات في المواسير. المفروض مثلا لو وصلت النقطة زي نقطة 3 ديت هلاقي ان انا كنت فارض مع نقطة 2 250 وفارض مع نقطة 4 20، فبالتالي الاقي ان المجموع بيساوي صفر. يبقى التشيك بتاع الفرض التصرفات في الشبكه ان مع اخر نقطه الاقي التصرف الداخل بيساوي الخارج. دي طريقه للحساب الايه الفرض. بعد كده بنعمل تصحيح للشبكه ديت ونعملها. في حد له سؤال في طريقه يعني بدايه حل المساله لحد دلوقتي؟ يبقى انا جهزت المساله للحل كده، هبدا احلها. تمام ده. يعني الخطوة اللي أنا وصلت لها دلوقتي إن أنا جهزت المسألة إن أنا أبدأ الحسابات فيه. تمام. هنشوف مثال محلول. بيقول لي using hard cross method self the following pipe network and find the flow rate of water in each pipe. عاوز أعرف التصرف في كل إيه ماسورة. وساعات يقول لي مثلا احسب لي الضغط عند نقطه كذا. طيب لما نشوف الشبكه دي هنلاقي التصرف اللي داخل اللي هو على الشمال فوق ده 438 من 1000 متر مكعب على الثانيه. الكيو اوت نحسبه، هنحسب بقى الخارج من كل نقطه اللي هو 0.87 0.88 من 1000 0.9 من 100 108 من 1000 42 من 1000 هنلاقيهم ايه 438 هو الكيو ان. يبقى ماشي، يبقى الكيو ان بيساوي الكيو او. هنعمل ايه بقى اول خطوه؟ هنرقم اللوب. يبقى دي لوب 1 2 3 4. بعد ما رقمنا اللوب هنبدا نفرض التصرفات. هنبدا من نقطه ايه مثلا داخل لها 438، الماسوره هنا 508 متر والمصورة هنا 1220، يبقى 1220 هتشيل أكتر من 508 ملي 610 عند المصورة اللي هي الأسفل 610 ملي واللي هي الأفقية 508 ملي، يعني 500 و600. طب لما نيجي نوزع بقى التصرف يبقى 600 هتشيل أكتر، فاحنا فرضنا فرض مثلا في المصورة دي هتشيل 178 والتانية هتشيل 263. هننزل عند المصورة عند نقطة F المفروض داخل 263. طيب هقسمهم الاثنين، عندي المصورة دي 400 ملي والمصورة دي 400 ملي، بس الاتجاه ده رئيسي وفي سحب من تحت، هنا مش اتجاه رئيسي، فأنا فرضت التصرف هنا 88 وهنا 175. بعد كده جينا عند نقطة جي داخل لها 175 وخارج 87، يبقى نطرح 87 من 175 هيديني 88. وهكذا نيجي عند نقطة اتش داخل لها 88 وخارج منها 88. طيب في ماسورتين تاني، في هيبقى فرضنا دي 45 او هنقف من هنا وممكن نمشي من اتجاه تاني من الاتجاه اللي فوق من نقطه بي داخل لها 178 هنقسمهم 230 و45، نقطه سي داخل لها 130 وخارج 42 يبقى المتبقي 88، عند نقطه دي داخل لها 88 وخارج منها 108 يبقى المفروض داخل لها يبقى في فرق هنعوضه اللي هو 65. يبقى ال 65 بالنسبة لنقطة E خارج منها 65 و 23 وجاي لها 45، يبقى جاي لها من فوق هيبقى 45، يبقى جينا لنقطة H اللي وقفنا عندها يبقى داخل 45 يبقى هيبقى خارج 45. هنيجي بقى عند النقطة واحد اللي هي آخر نقطة هنلاقي جاي من الاتجاه ده 45، وأنا كنت حاسب من اللي فوق هنا 45 وال الفرق اللي هو 0.9. دي المفروض 54.
يعني الداخل كده 54 45 45 و45 مجموعهم اللي هو ايه 9%. يبقى كده انا فرضت التصرفات ورقمت اللوب، هاجي بعد كده اعمل جدول. يعني لحد دلوقتي في مشكلة في اللي احنا عملناه؟ عاوزين نمشي مع بعض خطوة خطوة. تمام. بنعمل جدول بالشكل ده، بنقول لكل لوب بنعمل لها جزء مستقل بيه. فهنيجي مثلا هنقول الأنبوبة مثلا أو الماسورة A B و B E و E F اللي هو لوب واحد. أنا عندي المواسير اللي فيها A B و B E و E F و F A. طيب هنحط قطر كل ماسورة، يبقى الخانة اللي بعد كده الديامتر 508 406 406. هنحط طول كل ماسورة 915220 وهكذا. هنحط التصرف بقى اللي احنا فرضينه اللي هو بتاع اللي ماشي في الماسورة، هنحطه بايه؟ بقيمته واتجاهه. يعني مثلا الماسورة AB هلاقي AB هو في بس السهم هنا من الظاهر يعني محطوط على الرسم بس تقريبا اختفى اللي هو بتاع الموجب. فهنبص نلاقي ان السهم على اتجاه الموجب يبقى ال 178 ديت مع اتجاه عقارب الساعه فهتبقى قيمتها موجب. طيب هنيجي مثلا الماسوره اف اي ادي اف اي الاتجاه لاسفل وهيبقى ده عكس عقارب الساعه فيبقى القيمه بتاعته سالبه. يبقى دلوقتي في علامة السالب دي عرفها ازاي جت منين اللي هي عكس عقارب الساعة. طيب هنحسب S اللي مكتوبة R. طب عندي Q وعندي الديامتر اللي هي Q1 والديامتر، هندخل هازن ويليام هنجيب الS متر على 1.62. طب هنحط الS قيمتها اللي هنجيبها من الجدول وإشارتها زي الQ. بعد كده هنحسب الـ H فريكشن. H فريكشن هتساوي الـ S في الـ L يطلع لي قيمة نحطها بإشارتها برضو، الموجب موجب والسالب سالب. هنحسب سيجما الـ H فريكشن هنجمعهم هيطلع سالب واحد وواحد من مية. طب الـ H فريكشن على Q لكل ماسورة اهو الـ AB قسمنا الـ H فريكشن على الـ Q هيبقى 8.46. الماسورة بي اي اتش فريكشن اللي بوينت 45 على كيو بوينت 45 من 1000 هتطلع 10 وهكذا، وروح مجمعينهم يطلع 38. هنحسب دلتا واحد اللي هي بتاع لوب واحد هتساوي سالب سالب سيجما هيد لوسز اللي هي سالب واحد وواحد من 100. بنحط الهيد لوسز باشارتها اهو هنا اشاره سالب وعلى 1.85 اللي هو بتاع هازن ويليام. وهنحط الاتش فريكشن على كيو ودي دايما بتبقى قيمه موجبه لان بتبقى قيمتها سالب على سالب او موجب على موجب فبتطلع موجب على 38. يبقى الكوركشن الاولاني 14 من 1000 متر مكعب على الثانيه يعني 14 لتر. واحنا قلنا لو وصلنا 1 من 1000 يبقى خلاص. طيب جبنا الكوركشن نبدأ ادي الخانة بتاع الدلتا الكوركشن 14 من 1000 وإشارتها موجبة نحطها بإشارتها ونضيف على الكيو اللي هي اللي انا فرضها اللي بنسميها كيو واحد كيو واحد 175 و14 من 1000 189 كيو اتنين 45 و14 بس هنلاقي ان كيو الماسوره البي اي فين البي اي اللي هي ماسوره كومن او ماسوره مشتركه ما بين لوب واحد ولوب اتنين. طيب يبقى نعمل ايه؟ يبقى هناخد لها التصحيح برضو من لوب اتنين. هنيجي هنا طب لوب اتنين الماسوره اللي هي بي اي اللي هي اي بي هنلاقي التصحيح بتاعها تعلوب 2 6
في الألف بإشارة موجبة. طيب هناخد قلنا الدلتا هيساوي الدلتا واحد ناقص دلتا اتنين يبقى ناقص الستة من ألف بإشارتها اللي هي الموجبة يبقى يطلع تمانية في الألف نضيفها على التسقي واحد يديني كيو اتنين وهكذا. طيب والإف إيه نفس الكلام والإي إف نفس الكلام فبالتالي أنا كده حسبت الإيه كيو اتنين. طيب أدي أول محاولة أنا بالتالي التصرفات اللي أنا كنت فارضها اتعدل. طب التعديل ده صح ولا غلط؟ نروح نفس الكلام اللي عملناه في لوب واحد في لوب اتنين في لوب تلاتة في لوب أربعة نروح جايين عاملين إتريشن تانية أو حل تقريب تاني خلاص نفس الكلام هنيجي الأنبوب A B كيو 2 بقى اللي أنا وصلت لها 189 نحسب S والH فريكشن والH فريكشن على كيو نجيب دلتا 9 في الألف هنلاقي هنلاحظ إن دلتا قيمتها بدأت هنا دلتا سيجما هيد لوسوس هتلاقي 3 من 100 على 0.76 هنلاقي قيمة صغيرة جدا مهملة بالنسبة لأقل من 1 من 100 فبنهملها. اللوب الثالثة نفس الكلام 3 في الألف يعني احنا قلنا لو وصلت 1 في الألف بعد أقل منها خلاص يبقى ايه بنهمل التصحيح يبقى وصلنا لقيمة هنزود بقى قيمة التصحيح ده تاني وهنعمل محاولة ثالثة هنبص نلاقي ان المحاولة الثالثة دلتا 1 هنا بقت 1 في الألف دلتا 2 5 في الألف وهكذا يبقى نعمل التصحيح ده لحد ما نوصل الدلتات كلها تبقى أقل واحد في الألف ده الحل في يبقى مجموعة هي بس إيه الكلام ده كان بيتعمل وبنحسبه دلوقتي مع البرامج في برامج بنعمل الكلام ده على شيت إكسل وهو بيعمل بقى الحل والتصحيح والكلام الطرق التصميم بالكمبيوتر خدت الطريقة دي كأساس وبتحسب لي بالضبط الضغوط وكل حاجة داخل الشبكة ده مثال محلول تشوفه لو جينا في الامتحان احنا بنحدد لك بقى اعمل محاولة او اتنين يعني مثلا مش هنقول لك بقى اعمل 100 محاولة لحد ما توصل للصح لا احنا عايزين نعرف بس انك انت هتعرف تطبق ولا طبقت خلاص يبقى انت في المكتب هتعمل عدد محاولات لحد ما نوصل للقيمة الصح. في أي استفسار في الجزء اللي قلناه؟ تمام. هو دلوقتي الميد ترم طبعا اتأجل أو هيبقى مع آخر السنة. يبقى أنتوا مع امتحان الفاينل هيبقى لك معاك ورقتين أسئلة. ورقة للميد ترم وورقة للفايل تمام احنا زي ما اتفقنا برضو الميد ترم لحد الاكويفمنت بايت حتى في ايه في الامتحان بتاع الفايل تمام يعني هيبقى فاضل لنا كده محاضرتين او ثلاثه بالكثير لان الوقت كده لما قدموا الميعاد غالبا هنبدا الصرف الاسبوع الجاي ان شاء الله اللي فاضل محاضرتين ان شاء الله دكتور يعني نحاول نلم بقى الجزء بتاع شبكات تجميع الصرف بقدر الامكان الجزء ده هتحلوا المسائل دي والشتات بتاعتها الهارد كروس ميثود برضو طريقه في الامتحان بيجي لك فيها مساله وحل الشبكه ديت بطريقه هارد كروس بس بنحدد لك بقى يا اما تحلها 1 اتريشن او 2 اتريشن يعني ايه تقريب واحد او اتنين عشان الوقت بتاع بلاش دي يا دكتور بقى دي كبيره قوي ونزلت مش هجيلك مساله 4 5 لوب هجيلك مساله لوب اتنين يعني ولو هي كذا لوب هتفرض وهتحل تقريب واحد ما هتاخد وقت كده يا دكتور والله العظيم احنا بنبقى عارفين الاجابه وبنطلع ما بناش من الحقيقه نخلص الامتحان يعني انا بقول لك بنجيب حاجه اسال سؤال ونص والله يا دكتور في الترم الاولاني بسبب ان انا الوقت انا ما بلحقش اخلص الامتحان وغير كتير كده يعني دكتور بس لو الامتحان الترم ده يبقى الوقت اقل شويه من امتحان الترم اللي فات علشان الترم اللي فات كان الوقت يعني ضيق قوي معانا يا دوبك بالعافيه كفى
يعني ما فيش يعني هنحاول نبسط الامور ان شاء الله. يعني حتى مساله هي دي كده كده هتيجي عشان بس زميلك ايه، بس هنبسط لك، هنجيب لك مساله بسيطه وطرق وارقامها بسيطه يعني تبقى سهله. لو لوج واحده يا دكتور ما فيش مشكله، مش هتاخد وقت قوي، لكن لوجين ولا ثلاثه دول تبقى تاخد يعني وقت. مش هنحدد بقى يعني، انا بقول لك هتبقى بسيطه وخلاص، لوب او اثنين او ثلاثه يعني بالكثير. حرام كده يا دكتور والله، احنا في رمضان كل سنه وانت طيب يا دكتور. كل سنه وانت طيبين. ان شاء الله بقى نتقابل يوم الثلاث الجاي، نبدا ان شاء الله في الصف يعني.